يعني الازاله هتبدا من اول هنا لن... تمام. كل ده بقى البيوت اللي ماشيه دي كلها. تمام حضرتك يا جماعه، انتوا حضراتكم هنا كلكم كام اسره؟ احنا اصلا الحصر بتاع 2005 حضرتك كان 5700 اسره. انا 9 سنين مرمي في الشارع، فين المحل بتاعي؟ قال لي قوم امشي من هنا بدل ما اديك قلمين. ده مين ده بقى؟ ده رئيس الحي. اسمه ايه رئيس الحي؟ محمد مجدي، اللي هو محمد مجدي باشا حبيب. تمام، قال لك هديك قلمين؟ قال لي امشي من هنا بدل ما هم اديك قلمين. وضربك. انت مش كان عندك بيت الا قاعدك في الشارع كده؟ الحي جه هيهدني. حي مصر القديمه؟ حي مصر القديمه جه هدني. جه هد البيت بتاعك؟ اه جه هده، ما كانوا هنا. كان المباني دي. تمام. جه هدني وقال لي اقعد جنب العلبه بتاعت الغاز دي لحد ما نشوف لك ايه؟ مكان. يعني حته فاضيه، مباني زي دي فاضيه. تمام. ولا شافني ما فاضي ولا شافني مليان. 5 سنة ديت نطرة وساعة. انت بقى قاعد القعدة دي بقالك 5 سنين؟ 5 سنين على كده. اه. كل ما تيجي عليا النطرة واتكلم يقول لك خلاص هنمشيك اهو، جوابك خلص اهو، ورقك خلاص. 5 سنة ديت. رئيس الحي في الحتة دي، أقسم بالله أقسم بالله في الحتة دي كده أحا بشارع الحكومة تاكل سمكو قاعد يشتم. شتيمة ما أقولكش. حتى انا بكلم قلت له صح يا بنتك كده يا بيه في الحته دي. تمام. ده المفروض البيوت دي تتهد بكره الصبح؟ اه المفروض تتهد بقى واحنا مش واخدين حاجه اصلا. انا ساكن هنا في الاوضتين دول انا واسرتي. تمام. ده اللي المفروض يتهدوا بكره؟ ده من ضمن اللي هيتهدوا بكره. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. انا عايز اعرف حضرتك بقالك كام سنة عايشة في الأوضة دي؟ 40 سنة. 40 سنة عايشة هنا؟ اي عايشة. وعايزين يهدوها على دماغك بكرة الصبح؟ يقول لك أصل كنتوا غير مستحقة، أصل عيالكم ما هيش هنا، عيالكم شهادة الميلاد بتاعتكم ما هيش هنا، والبطاقة بتاعتكم ما هيش هنا. طب احنا شهادة الميلاد بتاعتنا هنا، وشهادة عيالنا هنا، وكل حاجة هنا، بس احنا بطاقتنا على الجيزة. أنا اللي مش من الجيزة مش مستحق. هو انا لما ابني يجي يخش الجيش هتقول له لا روح اقعد في الجيزه، ولا تقول له اقف على الحدود؟ انا 6 شقق هنا. قال لك 3 استحقوا و3 ما استحقوش. طب اللي ما استحقوش دول هيروحوا فين؟ هيترموا في الشارع. اللي احنا فيها دي دلوقتي شقه عريس. هيخش بكره. هيخش بكره ان شاء الله. والازاله جايه بكره الصبح. الازاله جايه بكره. طب هيخش فين؟ ما انا مش عارفه بقى، ما انا بتكلم على كده وانا عامل ايه؟ طيب انا عايز الكلام ده اوصل للسيسي. تمام. لو رضى ان احنا نترمي في الشارع هنترمي في الشارع. احنا صح في الحق. لو هو رضى كده. انت حضرتك انتخبت السيسي؟ بس انتخبت. ليه ده كل ما منتخبين؟ مفيش واحد فينا ما انتخبهوش. كلنا منتخبين. عايزين بقى حقنا، واحنا مش مواطنين وشعب. رئيس الحي النهارده قال لي خلاص شوف لك مكان بره، واحنا الملك حق. طب انا اشوف لي مكان بره فين؟ رئيس الحي قال لك ايه حضرتك؟ قال لي بيقول لي انت تجهزي نفسك بكره عشان تمشي مع اللي مضى. قلت له حضرتك انا مش همشي. انت مضيتي؟ ما مضيتش. وبيقول لك امشي مع اللي مضوا؟ بيقول لي تمضي، تجهزي نفسك عشان تمضي بكره وتمشي مع اللي مضى. ايوه تمشي تروحي فين بقى؟ ما اعرفش. ما قالوش هتمشي هتتزالي مع اللي هيتزال. الراجل بيقول لك انا هطلعكم بالقوه الجبريه، اللي مش هيطلع هجيبه من بيته وظروفه بقى. بيقول لك الحكومه ضابط المباحث بيقول لك حضرتك احنا هننزل بكره، انا جاي اعدكم كام اسره عشان اجيب لكم عساكر على قديكم. تدوا كل واحد قلمين. مقاطع كلامك. هطلعكم ضرب الجزمه بمعنى الاصح. ولا حد عارف يتكلم مع رئيس الحي ولا مع حد.